مساء الخير عليكم جميعا. خلاص كل حاجة اتكشفت في مسلسل جعفر العمدة، وعرفنا ان دلال هي اللي خطفت ابن جعفر وان دلال هي راس الافعى. انتهت الحلقة على ان سيف راكب بيت جعفر ومسافرين على اسكندرية علشان جعفر شاكك ان سيف يبقى ابنه. جعفر قعد مع نفسه وفكر كتير وربط الاحداث ببعضها. ظهور بلال شامة عند سيف في بيته، سيف ملوش اب، حاسس من جواه ان سيف ده يبقى ابنه بس حابب يتأكد. وهم في طريقهم في اسكندرية جات له مكالمة ان ابو عايدة اتوفى وان عايدة كانت مخبية عليه. احب اقول لكم ان هو هيكمل سفريته عادي جدا وهيوصل لبيت خالة سيف، وهناك اول ما هتفتح الباب وهتلاقيهم هما الاتنين هتتخض. في ناس كتير ممكن تقولك هما هيروحوا مش هيلاقوها، لا هيروحوا وهيلاقوها، وهتعترف ان سيف يبقى ابن جعفر العمدة، وهتقول لهم ان اختها ما كانتش بتخلف، وهتحكي لهم القصة بالتفصيل. هنا جعفر هيتأكد ان سيف يبقى ابنه، هينبه عليهم ان محدش يعرف بالموضوع ده لغاية لما هو يعرف مين من اهل بيته اللي خطف ابنه او اللي سلط بلال انه يخطف ابنه، وهيرجع وهو مطمن. بس هيقعد يفكر كويس جدا. على فكرة يا جماعة، هو شاكك في دلال، بالفعل شاكك في دلال. وهقول لكم مفاجأة، دلال ما بتخلفش، ودلال عملت نفسها بتسقط علشان غيرانة من سوريا مرات جعفر ومن ابنها اللي هيتولد، وحبت ان هي بس اللي تكون كل حاجة. بخصوص موضوع حملة عايدة، جعفر مش هيزعل ولا هيتضايق، بالعكس هيفرح جدا، وهو ده اللي هيشفع لها بعد ما عرف خبر وفاة والدها. وهيخبوا خبر حمل عايدة برضو لغاية لما يعرفوا مين سبب كل المصايب اللي حصلت لجعفر. وبالنسبة لدلال وشوقي، هتبقى الأحداث ما بينهم هما الاتنين والصراع ما بينهم هما الاتنين، وهما الاتنين اللي هيكشفوا نفسهم بنفسهم قدام جعفر. ومنتظرين الأحداث القادمة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.